نظمت الجمعية المغربية للنبوغ بشراكة مع شبكة العربية للابتكار عين ندوة صحفية اليوم بالدار البيضاء بحضور ممثلي الصحافة الوطنية من أجل إعطاء انطلاقة فعالية الدورة السابعة للمؤتمر العربي للابتكار والذي سيحتضنه المغرب شهر دجنبر المقبل. كتشمل 300 ما فوق 300 يعني مستفيد وكتضم عدة محاور من أهمها هي الأوراش اللي غادي تكون وهي 6 أوراش كل ورش غادي يكون عنده واحد التيم اللي هو سبيسيفيك للابتكار وأيضا غادي يكون هناك معرض اللي خاص بعرض المستجدات المبتكرة من طرف الطلبة العرب الخصائص ديال هاد اللقاءات هو بذل المهارات والخبرات وايضا البحث عن شغل للمهندسين العرب والتدريب ايضا وباش كنخلقوا لهم حنا واحد الجو ديال البي تو بي فين كيكون داك التعارف وداك اللقاءات مع ارباب الشركات. والهدف ديالها اكيد هو اشراك الطلبه في الاختراعات وفي الابداعات اللي كتحل المشاكل اللي كتهم جميع فئات المجتمع. وهذا العام اختارينا يعني كشعار تحدي العرب وحنا اليوم في الندوه الصحفيه لهذا المؤتمر اللي ان شاء الله غنعقدوه في شهر دجنبر القادم اللي من خلاله غنستقطبوا الطاقات المغربيه الطلابيه والابداعيه اللي دائما الهدف ديالها هو تلقى حلول المشاكل اللي كيعانيو منها المجتمع. دائما الشعار هو تحدي العرب. واليوم عندنا وقفه مع مسؤولين ديال هذا النشاط هذا وهذه الشبكه العربيه من الاردن من فلسطين الجزائر تونس وعدة دول ديال العرب اكيد باش يوريونا وينورونا في هذا المجال. وحنا كذلك المغرب اول سنه غادي يحتضن هذه الفعاليه ديال هذا المؤتمر اللي كيتنظم سنويا والان النسخه ديالو السابعه واللي كيستقبلها المغرب بشراكه مع الجمعيه المغربيه للنبوغ. وقد تم اختيار تحدي العرب شعارا لهذه الدورة من قبل المنظمين من أجل تحسيس الشباب العربي بالتحديات المطروحة اليوم على مجتمعنا العربي من جهة ومن أجل مساهمتهم في تقديم الحلول من خلال إبداعاتهم وابتكاراتهم في مجال الطب والبيئة والتكنولوجيا والعلوم والطاقة المتجددة.